بالنسبة للاحتفالات رأس العام، هي احتفالات عادية. حنا الاحتفالات ديالنا في رأس العام كنكون غير بالنسبة للعائلة، نجمع بيناتنا وكنديروا الطقوس ديال بيناتنا غير العائله، وما كاين حتى شي حاجه. ما في النظر نتاعنا الاحتفالات عاديه، ما كاينش شي شري حلويات وشري هنا، يعني عندنا الطبقه شويه عاديه. هذه هو الاحتفالات اللي عندنا حنايا. باقي بالاحتفالات والطقوس فهادشي حقاش في نظري انا بعدا كنشوف هذا الجو الجو هذا ديال نقص الامطار وكذا وقضيه وغلاء المعيشه وكذا هو اللي اثر على هادشي. احتفالات غير عاديه، ما عندناش شي احتفالات زعما اللي كتكون طقوس كبيره وكذا، راك عارف مع الطقس اللي كاين. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.